مش هيلعبوا ماتش يانج أفريكانز والاتحاد الأفريقي قرر يوقفهم. مفاجأة للأهلوية عن ياسر إبراهيم قلب دفاع النادي الأهلي ومحمد هاني والسر في البطاقة الصفراء. يا ترى إيه الحكاية؟ جدل كبير الساعات اللي فاتت بعد الأنباء والمزاعم اللي انتشرت على السوشيال ميديا عن موقف لاعبي فريق الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد هاني من المشاركة في مباراة يانج أفريكانز التنزاني، خصوصا بعد تراكم البطاقات الصفراء. وبحسب المزاعم دي إن في قرار بمنع مشاركة الثنائي واللي هيمثل صدمة كبيرة للأهلوية بسبب اعتماد الفريق عليهم بشكل أساسي خصوصا الفترة الأخيرة. لكن إيه حقيقة المزاعم دي؟ وهل فعلا هيتم منع ياسر وهاني من المشاركة؟ الساعات اللي فاتت كان في قرار مهم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف خاص بشأن إيقاف ثنائي الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد هاني عن المشاركة في مباراة يانج أفريكانز التنزاني اللي جاية في إطار الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2023-2024، وده بسبب نتيجة تراكم البطاقات الصفراء. وقال الاتحاد بحسب التقارير إن النادي الأهلي خاض 7 مباريات بداية من دور 32 أمام سان جورج الإثيوبي وحتى الجولة 5 من مرحلة المجموعات أمام ميديان الغاني. وفي المباريات دي تلقى لاعبو الأهلي مجموع قدره 12 بطاقة صفراء، بينها بطاقة واحدة لمروان عطية في دور 32 و11 بطاقة صفراء في مرحلة المجموعات، واثنين لكل من ياسر إبراهيم ومروان عطية وهاني، وواحدة لكل من صلاح محسن وعلي معلول وكريم ندفد ومحمد عبد المنعم وأفشة. لكن بحسب اللائحة الخاصة ببطولة دوري أبطال أفريقيا بيتوقف اللاعب بعد تلقي 3 بطاقات صفراء، مش بعد استلامه بطاقتين، على نفس قواعد النسخ السابقة من البطولة. وإنه تم تطبيق القرار ده على مروان عطية اللي غاب عن لقاء ميديانا نتيجة تلقي 3 بطاقات صفراء. لكن لم يوقف ياسر إبراهيم ومحمد هاني حتى الآن بناء على تقرير مباريات الأهلي أمام منافسي في الموسم ده. الأهلي قدر يخطف فوز مهم على ميديانا في المباراة اللي فاتت وحصل على 3 نقط مهمين علشان يتأهل للدور ربع النهائي في بطولة أفريقيا الموسم ده رغم الغيابات وصعوبة الظروف اللي واجهت النادي الأهلي، لكن كان بمن حضر. لكن في كل مباريات النادي الأهلي اللي فاتت كان اللاعب اللي خطف أنظار الجماهير الحمراء ياسر إبراهيم، اللاعب اللي بقى واحد من الأعمدة الرئيسية للنادي الأهلي وسط إشادة كبيرة من الجمهور بيه، لدرجة إن ياسر إبراهيم كان محل جدل كبير في بطولة أفريقيا اللي طلع منها منتخب مصر مبكرا بسبب عدم استدعائه في البداية قبل ما يتم الرجوع مرة تانية وضمه للمنتخب لكن بدون ما يشارك، وكان سبب في انتقادات كبيرة توجهت لروي فيتوريا بسبب عدم ضم اللاعب من البداية أو الاعتماد عليه بعدها. عشان كده جماهير الأهلي بتعول كثيرا على ياسر في كل المباريات. لكن يا ترى هل يواصل ياسر إبراهيم أداؤه اللافت مع النادي الأهلي؟ خلونا نشوف.